مساءكم سعيد. اليوم راح ناخذ هذه الفرصه نصورها ونوثقها في سهل اتين في مجال الكرفانات وتأجيرها. خليكم معنا ونشوف هذا المشروع وتفاصيله. نايف القاسمي، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله بخير. الحمد لله تمام. ما شاء الله مشروع جميل، مشروع كرفان الايجار في سهل اتي. خبرنا عن هذا المشروع، كيف حتى فكرت انك تفتح هذا المشروع؟ طبعا كانت بداية الفكرة بهذا المشروع، نحن بدينا تدربنا في كلية الخليج دورة تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل. من منطلق هذه الدورة جاءتنا هي هذه الفكرة تأسيس هذا المشروع. زين نايف، ممكن تخبرنا عن اختياركم لهذا المكان بالضبط؟ هذا المكان هو معروف انه مكان خاص للتخييم، واكثر يعني اصحاب مثل هذه المشاريع يعني يختاروا هذا المكان. ممكن تكلمنا عن الخدمات اللي توفرها في هذا المكان؟ طبعا احنا الكرفان يكون مجهز يعني من جميع الاشياء، عندك مثلا السراير، وعندك حتى في تكييف، وتوفر دورات المياه. هذا الكرفان بالنفس فيه، واحنا حطينا اشياء خارجيه يعني هذه اضافيه من عندنا. ما شاء الله الجلسات الخارجيه، في جلسات متنوعه عندكم. نعم، حتى حطينا مطبخ خارجي ومكان حال الشوي. زين، ايش كلمه توجهها للشباب الاشخاص ذوي الاعاقه في انهم يدخلوا مجال رياده الاعمال؟ اعطينا كلمه وجهها لهذول الشباب. والله الواحد يجتهد. انا كنت يعني حتى افكر انا كيف اسوي هذا المشروع، يعني كيف ابدا في مثل هذه المشاريع، فما توقعت يوم الايام يعني عندي مثل هذا المشروع وابدا فيه صلاله. والحين الحمد لله هذا بدايتنا، ومثل ما توفقنا اكيد ان شاء الله الاخرين بيتوفقوا ان شاء الله باذن الله. نوجه لك اكبر تحيه على الاصرار وعلى المثابره في هذا المجال. ان شاء الله ونشوفك في اعلى الاماكن باذن الله. موفق يا اخونا. اللهم امين، واشكرك اخي. ومسلم الرواس اصحاب شركه صار. اسم الشركه صار، واعتبره صار ان شاء الله. واعتبره صار. ترى يعجبني لما اشوف اسم عربي، هذا هو صح ولا لا؟ الهدف اسم عربي ويكون قصير وله معنى كبير. ايش المعنى؟ المعنى انه خلاص اي شيء تعب اي كلاينت او اي عميل قانا الشيء اللي يريده يعتبره صار خلاص. الله، باذن الله صار. الله صدر الدنيا. الحمد لله ربك الحمد. احنا بعد مثل ما تقول مطعم وكوفي شوب ومحل ورد ومصور واشياء كثيره صراحه مرت فيها، منها كان ناجح ومنها للاسف كان فاشل، ولكن تجارب اقدر اقول مثل ما تقول كورس تعلمته بثمن غالي وصلني الى هالمرحله بثقه احمد فيني. بدينا هالمشروع والحمد لله ربك الحمد في غضون أشهر بسيطة، يعني في أواخر 10 الأواخر من رمضان بدأت الشركة، والآن إحنا الحمد لله ربك الحمد. أيام مباركة كانت. الواحد يعني يشرف على المكان بنفسه، هذا بحد ذاته يعني شيء جميل جدا. يعني أنت اليوم جمعت الدراسة يعني الكورسات اللي استفدتها مع الخبرة اللي عند مسلم، هي هذه فعملتوا هذا المكان الجميل ما شاء الله. صحيح. مين الداعم الأول لهذا المكان؟ الداعم الأول نفط عمان. هم اللي اختاروا لكم هذا المكان ولا انت اخترته؟ كان في جلسه تعاون من الطرفين ان نختار المكان المناسب اللي يفيدهم ويفيدنا في نفس الوقت، والفكره كانت موجوده من قبل سنتين ان نعمل فعاليه، ولكن الحمد لله بثقه نفط عمان واعيد واكرر احمد فيني بدينا المشوار، وفي غضون 8 أيام فقط تم تجهيز المكان بالكامل ما شاء الله. والحمد لله القادم ان شاء الله اقوى، ومجرد نحتاج الوقت انه
نبدع أكثر بإذن الله. إيش الفعاليات اللي عندكم في هذا المكان؟ هذا المكان عبارة عن تجمع مطاعم وأيضا فقرات للأطفال وللكبار أيضا. في جوائز عديدة من نفط عمان ومن طرفنا إحنا كشركة صار. في عندك الثيم كامل مجهز إنك تصور صور، في فوتو بوث، في مغنيين، فقرات، في الكوستيومز طبع الأطفال، هذا الدببة الكبار يقون يتمشون مع الأطفال. كل أسبوع نحاول نجيب فقرة جديدة. وأيضا مثل الانفلونسرز اللي عندهم أغاني ظفارية اللي عملوها للظفار، استضفنا أمس مهر عبد الله الإعلامية الإماراتية وغنت أغنيتها هنا في المسرح. وأيضا الأسبوع القادم راح يكون في الانفلونسرز الآخرين. شغلي مع الأطفال أكثر، يستمتعوا معاي، يلعبوا معاي، لدرجة أنه لاحظت في ناس تيجي كل يوم عشان بس تستمتع معانا في فيفيل وتلعب معانا. جوائز كثيرة مقدمة هنا في فيفيل، فنتمنى اللي ما زارنا يزورنا في أقرب وقت عشان ما يفوت فرصة أن يستمتع معانا. هذه الفعالية مجرد البداية، اللي قادم أجمل، محتاجين ثقتكم فينا، ومثل ما دعمتونا في هذه الفعالية خليكم مستمتعين مترقبين القادم بإذن الله. إن شاء الله.